جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على إتاحة الدعم الكامل لتعزيز دور قطاع الصناعة في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة والعمل بشكل مستمر على تهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد. جاء ذلك خلال لقائه برئيس شركة هاير مصر المهندس أحمد الجندي، وذلك لمتابعة المراحل التالية من مجمع مصانع العاشر من رمضان بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى حرص الحكومة المصرية على استمرار تقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لشركة هاير مصر العالمية التي تعد واحدة من كبرى الشركات على مستوى العالم المتخصصة في مجال صناعة الأجهزة المنزلية، منوها إلى أن الحكومة قامت بتوفير الأراضي وإتاحة الرخصة الذهبية وغير ذلك من التيسيرات لإقامة مجمع الشركة الصناعية المتكامل بمدينة العاشر من رمضان. وخلال اللقاء شرح المهندس أحمد الجندي ما يتم بذله من جهود من جانب الشركة في مختلف مراحل الإنتاج والترويج لمختلف المنتجات التي يتم إنتاجها في مصر، مشيرا إلى أن معدلات الإنتاج تنمو بنسب جيدة جدا، ونصدر حاليا منتجات مجمع مصانع العاشر من رمضان لعدد من الدول. هذا ونوه المهندس أحمد الجندي لأنه سيتم خلال شهر سبتمبر المقبل إنتاج الثلاجة والديب فريزر داخل مصانع الشركة بالمجمع الذي تم افتتاحه مؤخرا بالعاشر من رمضان، مضيفا هناك استثمارات تقدر بنحو 165 مليون دولار في المرحلتين الأولى والثانية، فضلا عن 65 مليون دولار في المرحلة الثالثة، مشيرا إلى أننا نستهدف 50 مليون دولار إضافية لتصنيع منتجات أخرى بهدف التصدير.